العسل 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 كيتقطر ياك وطن الدار والله الا العسل ترى بلادنا زينه تبارك الله. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا من قلب سوق الجمله الخضر والفواكه اشهر واكبر الاسواق بمدينه الدار البيضاء بل في المغرب بل في العالم، ما كاينش اللي ما كيعرفوش لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. كعادتنا كنجيو نقربوكم من الاثمنه ديال الخضر وديال الفواكه. بطبيعه الحال كاين واحد الارتفاع صاروخي في الاثمنه ديال بعض الفواكه وديال بعض الخضر. وجينا عند خونا رضوان من حد ولاد فرج، اش غنقول لكم؟ العسل والله الا العسل. ها شوفوا تبارك الله، شوف رضوان كي داير. لا المليح مليح وانا راه كليت مليح، الجوده رافعه والثمن جد مناسب. كاينه البيضة 13 درهم وكاينه الكحله 15 درهم. دابا واحد الوقت الكحله كانت غاليه خويا رضوان. لا دابا كيتسمى هذا شهر غش كطيب كرمه من اللوز. دابا الكحله كاينه 15 درهم 13 درهم، البيضة 12 درهم 13 درهم، الثمن ما مرتفعش بزاف. دابا اللي بغى يشبع كرموس في هذا الوقت هذا. اللي بغى يشبع كرموس واحد الوقت شهر 7 وهذا كان باقي شويه. كتكون البدايه ديال العام، السلعه باقا قليله. هذه كانت واصله ل 700، كانت واصله في الاول في الدخله ديالها هذه في شهر 6 كانت واصل 2400 120 درهم. ويني اختي فاطمه الزهراء دابا ما بقى لا ما لا والو، راه قاطعوا الماء عارفه من بيار جفو الويدار راه حبسوا هذا المربيع حبس وهذا المخطط الاخضر تا ولا ينفعنا براك تا هو راك شتي الامور ديالو كي دايره. الله يبارك في عمر سيدنا. انتم اللي انتم اللي كديروا هذا الشيء عندكم؟ اه هذا عندنا في درك هذا الكرموس هذا وين الماء ولا قليل ما عندنا ولا قليل، الويدان حبسوا الحمامات سدوا الحمامات سدوا ثلاث ايام في السيمانه والمخطط الاخضر سي سدي سي عزيز اخا النوسي اه سي عزيز اه صافي لا راه داير لي بلاصه ماشي مشكل. الباك ولقينا صاد دير سروال لا حيد من هذاك الشيء الكلام ديال السفاهات فهمتيني اختي؟ اييه الاثمنه كامله كاينه العنب تاهو 10 دراهم 11 درهم اي حاجه هذا هو الثمن اللي كاين في السوق. دابا هذا شحال كيطلع عليكم الكيلو من بلاصته؟ هذا اختي كيجي من الجنان كيطلع علينا من بلاصته ب 15 درهم على حساب المليح كاينه حتى ب 500 حتى ل 500. دابا انت كتبيعو ب 15 درهم الكيلو؟ اه 15 درهم البيضه 12 درهم 13 درهم. شحال يبيعوا السقاط اللي كيبيع على بعضه؟ السقاط راه على حساب الموقع، على حساب الموقع. كاين المعاريف كاين بورغون كاين حي مويا رشيد كاين الماسيره فيها الناس ضعافة يدي هذا ب 15 درهم. هو نفس البيع والشراي كيتقدم من نفس البلاصه. اختي فاطمه الزهراء بالنسبه لحي مويا رشيد المنطقه الشعبيه حي مويا رشيد ولا لا هلاويين تشارك اه والتشارك ما يقدروش ياكلوا هادشي حيت الناس ضعافة ما خدامينش بحال المعاريف بحال بورغون بحال عين الشر يقدروا ياكلوا ب 30 درهم. هاد الناس المنطقه راه شتيها ما كاين لا خدمه لا والو. الله يدير اللي مشيتي ويلو صافي. الوقت هذا كان ديال الناس كيجيو للطوال خامجه بحال هذا كيديروا هذا الميك اب وكيديهم. الله يدير اللي مشيتي ويل من عندهم. تاويل ديال الخير. الحكومه اللي تدير اللي مشيتي ويل. يا رب الله سبحانه وتعالى. الناس راه محني ونطلبوا من سي عزيز اخا النوش اللي دير المخطط الاخضر المارا جف وشوفي راه عيب انسان ياكل هذه ب 600 وفي البلاد المغرب الخيرات كامل. احنا عندنا الفلاحه ما عندنا الصلح. فاش كنا صغار هذه شحال كانت؟ فاش كنا صغار؟ هذه ملي كنا صغار كنا نبيعوا الصندوق في 20 كنا نبيعوا الصندوق في 20 كيلو نبيعوا 100 ريال حساب 10 ريال. دابا ملي تطورات ولا الماء ولات الادويه ولات كل شيء ولات هذه ب 600 والله الا احنا كنا نبيعوا 100 ريال قسما بالله. ونطلبوا من الحكومه تشوم هذا الشيء. وعنده فوائد ومنافع كثيره ما تكون في القران. في القران. والتين والزيتون. الله يرحم والديك راه ما تكون في القران، الحاجه تذكر في القران مبروكه. اكيد انا والتين والزيتون وطور السنين، الحاجه اللي مذكوره في القران مبروكه. هذا البلد الامين. هذا هو البلد الامين. تمام. هذا البلد عندنا راه كان فيه الخدير. هو اللي علم الله كريم وتلاقوا في طنجه هذا البلد عندنا. الحمد لله بلادنا بلاد الخير. صنع شويه الناس ترخف عليهم المعيشه وصافي. فاطمه الزهراء خاصك تشوف الحكومه اللي تشوم من هذا الشعب. ومنا حنايا راه ويرزقنا ربي الغيث من عنده. الله يرزقنا الغيث من عنده. عندنا مخطط اخضر، المخطط الاخضر ناكلو دابا ب 600 وكون ما كانش عندنا شحال. اه سي عزيز اخا النوم ناكلو دابا ب 600 وكون ما كانش عندنا المخطط الاخضر. كون ما كانش عندنا المخطط الاخضر غادي ناكلوها ب 20000 ياكل حتى واحد. ما ياكل غنصوروا معاهم ونمشيو. الناس الهاي هذه كون ما كانش عندنا المخطط. اذا بغيتي تقول لي اخويا رضوان ان سبب الغلاء ديال الاسعار لا ديال الفواكه ولا ديال الخضر هو الماء. سبب الغلاء هي الحمامه طارت والفريخ حنا طار صوتوا على الحمامه سبابه هو اعز اخا النوش كيبان لي سي عز اخا النوش قول شباب هادشي ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى ونطلبوا من الله العافيه راه الله اللي كيحكم هو الاول قاضي السماوات والارض هو اللي كيحكم ورزقنا الغيث من عنده راه قال لنا غادي نربيكم المغاربه واحد واحد نطلبوا الله من هذا المنبر الله ياخذ فيه الحق بالقانون
لا كان معاون معنا الله ياخذ فيه الحق، كان ضدنا الله يعطيه. لا نادي نادي واش اللي غادي نقول؟ انا نجي عندك، انا نجي عندك. المشكله اختي فاطمه راه دار اتفاقيه مع اليهود مع اسرائيل، الماء الماء راه بالسيميجو داروا مع مخططه هنا في الغرب لافوكا، كيلو ديال لافوكا راه كيعطي طون ديال الماء، كيستهلك طون ديال الماء. وعليكم السلام ورحمه الله. علاش الماء ما بقاش؟ علاش الماء ما بقاش؟ لافوكا كتاخذ الماء بزاف. لافوكا راه دابا كتستهلك طون ديال الماء، طون ديال الماء يلاه كيلو كيعطيك ديال لافوكا، هما داروا معاهم اتفاقيه راه الغرب كامل دابا ولا لافوكا. والله يرزقنا الغيث من عنده. اللهم امين يا رب. الله يرحمنا. ربي كبير من العباد ديالو. دابا الخضره اللي كيستهلكها المواطن المغربي العاديه حتى هي في ارتفاع. كلشي راه كلشي. هي طالعه صار البطاطا وصلت ل 7 دراهم 8 دراهم 9 دراهم. راه هذاك الشيء من اليوم. الزريعه غاليه، المواد ديالها غاليه. الدار دابا غالي كلشي غلا. الله يبارك الحال. كلمه الاخ. اذا مشاهدينا الكرام. كنشكرك اختي فاطمه اللي كتوصلي للمواطنين المغاربه كامل الحقيقه ديال اي شيء. مرحبا بك. كنشكرك اختي. مرحبا. انا غنجي عندك اخويا، انا نسالي مع اخويا رضوان ونجي عندك. اذا مشاهدينا الكرام. غنجي واحد الزريقه بوحديته. غادي نختموا من عند، انا جاي عندك دابا. غنختموا من عند خويا رضوان والله يرزقنا الغيث يا ربي والله يسقي هذا البلد الامين. والله يتبارك يا ربي امين. والله يجعل عزيز اخ النوش يحط فينا يحن فينا ورا هذا المخطط الاخطر. عزيز اخ النوش راه كتسمع لنا من هذا المر الخاص من سوق الجبنه، الناس التجار راه قاع ضعاف. كلشي مضر كلشي مضر. الكلمه اللي قال رئيس الحكومه قال لك ربي المغاربه راه ربانا والله يخفي الحق. راه ربا المغاربه مربيين المغاربه الحمد لله. المغاربه مربيين المغاربه. شوف المغاربه مربيين الحمد لله. مربيين مني ولاو كياكلوا بهادي ب 20 درهم مربيين مني ولاو كياكلوا بهادي ب 30 درهم. الدجاج ب 600. الدجاج ب 600. اللحم ولا ب 2400 الدرويش شي ياكل. الهنديه بوحدتها الهنديه ولا 14000 ريال. الهنديه لمن استطاع الى سبيله. الهنديه هذيك الهنديه صبرت. قد شاد الصبر في الحراره وكل شيء تدار في لاصه حدا لابوكا. علاش كيقول لك ان الله مع الصابرين؟ خلقت وحدة هذيك الهنديه. لا ولكن ولا فاتت لافوكا هي. هذوك اللي زرعوا لنا شي فيروس ومشاو لنا الدروكات ومشاو لنا فهمتي ولا لا؟ الكرموس كناكلوا 8 دراهم الكرموسه هنديه. عمرنا كلينا كانت بدر 6 ريال 10 ريال وكنت كتاكل 10 درهم ولينا ناكلوا الكرموس 8 دراهم. ما بقاش ياكلوا الدرويش ما يمكنش. 30 درهم الكيلو. عيش الدرويش هذا دابا الكاموس كياخذوا بنادم 160 140 ملي كتسمع 500 600 واحد مسكين لا 700 هكاري هكاري عنده الاولاد ما عنده مش وليدات تشهاو الكاموس غيسمع 700 700 خصو تقاد عليه 100 كيلو ديال الخضره. صور ولا ولا اختي مع التصويره سيلفي بلا ما تاكل ولا اختي دابا طايب ديال الدجاج ولا ديال 540 الكيلو الدرويش كيفاش غيعيش؟ تماما. حتى حنا علاش غيدخلوا لنا لافوكا؟ حنا اللي غادي لنا الماء شحال بزاف ديال الخضره بسبب لافوكا بزاف ديال الخضره. ما تخيرش الزاب واللي غادي يخرج على برا كيجيب كي كيقول لك ربعتها 160 وخصوصا دابا هدف خاجل دغيا يتخمم دغيا دابا الساعه 11 ونص اش بقى؟ بقى ب 20 موال ودابا دخلينا اختي فراسك اختي واد مربي راه حبسوه. ما عرفتش شكون اللي حبسوا الحكومه ولا حبسوا الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا في الواد تما كيصوروا لي الدراري يحبسوه بقى المعرض ما بقاش ما تشرب قسما بالله. وسيروا التبوريده ديال الله سي عز اخ النوش يكون عنده واخا دخلوا. والله عزيز شنو غادي نقول لهم؟ غادي نعايرهم والو. لا ما يسالش. غادي نديروا لي واحد فاتحه ديروا واحد. الله يسهل عليك يا عزيز. اما هنا سيدي طحنا 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 سي عزيز. قلت كل ما نطيحوا اخويا عزيز. الى اللقاء.